عزيزي المستمع، مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة. إني أخبرك بأخبار سارة بها يفرح قلبك وتتلذذ بها نفسك، ومن خلالها يعطيك الروح القدس الحياة الأبدية. مرحبا بك في حلقة جديدة، إن إحنا نكون النهاردة بنقدم لك كلمة الله اللي تنور قلبك وتنور قلبك. سائين الحنان والحب يا بابا يا بابا يا بابا يا أجمل أب يا بابا يا أعظم أب لما أسأل ترد عليا بوداعك حنية لما أسأل ترد عليا حياة أبدية يا يسوع يا حبيب القلب. يا يسوع يا حبيب القلب يا سائل الحنان والحب يا يسوع يا حبيب القلب يا سائل الحنك والحب يا بابا يا بابا يا بابا يا أجمل أب يا بابا يا أعظم أب يا حامل هموم وذنبي ومفرح حياتي وقلبي يا حامل هموم وذنبي ومفرح
فهو قريب. الرب قريب جدا لكل اللي بيدعونا، اللي بيدعون بالحق. الرب قريب. يعني ايه بالحق؟ يعني ربنا يحب الحق. يحب انت لما تطلبه يبقى انت عايزه صح وعايزه بجد. اطلبوا الرب النجاة يوجد. ادعوه فهو قريب. قال ايه الرب على فم هوشع لجومر؟ خطبتك لنفسك للعدل والحق والاحسان. قول معايا هذا الوعد. الرب بيقول لك النهارده يا ابني انت يمكن مشغول بحاجات فرعيه كتير قوي، لكن انا بقول لك يا ابني انا اللي خطبتك. خطبتك لنفسي. من يقول امين؟ امين. بالعدل والحق والاحسان. وانا النهارده بفكرك باحسان الرب ليك وحبه ليك. عشان كده الرب اختارك انت وقال لك انت ابني انا اليوم ولدتك، انا ولدتك انت. افتكر دايما ان جميل الرب على راسك. فبيقول المرنم ده جميلك على راسي. يا واهم ليك، يا مصلوب على شاذف ليك، معروفك ده فوق جميل، فوق جميل. قدم لك الكتير يسوع. يستاهل انك تعيش له؟ يستاهل يا مؤمن انك انت تكون بمشاعرك وعواطفك بارادتك ملك ليه؟ يقول داود النبي بالغداء تسمع صوتي، بالغداء ارجو صلاتي نحوك انت يا رب، نحو هو بس وانتظر. يلي منتظر الرب يتشدد ويتشجع قلبك يا منتظر الرب. يلي مستني الرب مش مستني الناس، تشدد وتشجع لانك انت ابني. انا اليوم انا اليوم ولدتك. خطب مين المسيح؟ جومر. جومر دي كانت ايه؟ كانت انسانه ماشيه في فضيله، كانت انسانه بعيده، كانت انسانه كل حياتها غلط في غلط. لكن جه الرب عشان يغير حياتك يا مؤمن. الرب يقول لك النهارده عبرت بك واذا زمنك زمن الحب. يعني انا اديتك الزمن ده. مين اللي بيعطي الازمنه؟ الرب يسوع. هو يديك زمن الحب النهارده. عشان كده نقدر نرنم ونقول انا ليا مكان في الابديه. I'm not afraid.
عنده بسكوت لو سمحت عشان نقدر نكمل التمارين. انت يا عسل اقعد لو سمحت. لو حرمت التمارين والحق والحياة. كمل مع الرب وشوف الحق بعينه.
عشان كده دائما الرب كان يتفوه بهذا الكلمات الحق الحق اقول لكم هللويا. مين يديك النهارده حقك؟ مين النهارده يدي حقك اللي سلبوا منك ابليس؟ حقك اللي سلبوه الناس؟ مين يدي لك حقك النهارده؟ وما لما هو اعلن هو الطريق والحق والحياه هيدي لك حقك يا مؤمن. خلي عينك على الحق يا مؤمن، خلي عينك على الحق وعيش الحق. الحق مش كلمة، الحق حياة وترنيمة وأغنية. عشان كده قال المرنم أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عدياني الإكرام. قول معايا كده وأنت بترنم وأنت فرحان وأنت جالس كده في الكنيسة، قول معايا أنا ماشي وحبك ليا في نار حواليك وصليبك عدياني. أنا ماشي منام أنت معايا وأسيب العالم ورايا. هللويا، ابكي للرب المؤمن وشوف النار اللي حواليك وأنت بتعبر فيها. زي ما رضي على شعبه وقال إن علمت أوجاعهم فنزلت أنقذهم من يد المصريين وأسعدهم من تلك الأرض. الأرض دي مش عجباه وما كانتش عجباه، اسعدهم من تلك الارض الى ارض جيده، الى ارض واسعه، الى ارض طفيل لبن وايه وعسل. اصل هو الحق وهو ما بيرضاش ابدا على الظلم. اخي المظلوم واختي، لو ليك عند اي انسان حق ما تجيبوش بدراعك، انت ليك اله هيدافع عنك يقاتل عنك وانت صامت. صدقني سيب قضيتك في ايده، هو القاضي اللي حكمه يسير على الكل، على الصغير وعلى الكبير. ويا بختك يا مؤمن لما تحسبها صح وتقول له كده وهعيشك وهعيشك. يبقى انت كده عايش الحق. لما تعيش للرب تعيش لايه؟ تعيش للحق. عشان كده يشبه انسان عاقلا من يسمع كلامي ويعمل بها. ادي الحياه بتاعت المؤمن، يسمع كلامي ويعمل بها. يشبه بانسانا عاقلا. عشان كده ربنا بيوبخ الجهال. اللي بعيد عن الرب جاهل، اللي بعيد عن الرب عايش حياه الجهل وكمان عايش حياه الايه؟ التخلف. مش عاقل ابدا، مش عاقل ابدا اللي يجرح في نفسه، مش عاقل ابدا اللي يعيش زي الناس، مش عاقل. عندي كلام مش قادر اعبره، عايز اقول لك الحياه بتاعتك انت تختارها، تختارها انت النهارده وفي الدقيقه دي. تقول لي في بدايه الاجتماع انت لسه حتى يا جناب الراعي ما وعظتش، اقول لك اختارها، انت تختارها. انت مش محتاج وعظه، انت محتاج بس كلمة حق. مين يقول امين؟ وعشنا.